فلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الكافر يفتخر بحطام الدنيا ويظن انها كل شيء يقول الله تبارك وتعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا إلى آخر الآيات وإذا تتلى عليهم آياتنا أي على المشركين الظالمين الذين شغلوا أود أن ألفت النظر يا إخواني كثير من الناس أظن حلوا أن ما من المشركين هذا الكلام عن غيره هو يشرك مع الله طاعة فلان يأمره بقتل المؤمنين والمؤمنات فيقتل يأمره بالجور والظلم فيظلم يترك له مجال لياخذ أموال الناس عن طريق خطف الآخرين أو عن طريق أخذ أموالهم وسلبهم فما يقصر هذا يطيع الشيطان هذا مشرك بالله ولعل ما أذكر لعلي ذكرت في هذا المجلس أو في مجلس آخر أن امرأة استشارتني عن زوجها أنه تركها وذهب إلى سوريا فطلبت منه الطلاق فرفض وذهب إلى سوريا يعمل ماذا يعمل يأخذ عشرين ألف ويشتغل شبيح يعني يقتل المسلمين والمسلمات قلت لها اسألي عنه من هو قريب منه هل يقتل المؤمنين والمؤمنات ويستبيح دمهم قالت نعم أخبرني أكثر من خمسين واحد أنه هذا العمل الذي يعمله قلت له هذا كفر وأنت طلقت منهم فسخ العقد بينك وبينهم لأنه ما ليست المؤمنة يجوز لها أن تكون تحت رجل كافر اعتدي من حين ما بلغك الخبر خبر كفره اعتدي فاذا انتهت عدتك تزوجي ما شئت ليس هذا زوجك <applause> الذي يكفر يا, إخو يا اخواني الذي يكفر ويخرج من الاسلام هو المشرك الذي يستبيح طاعه غير الله في مخالفه امر الله هذا اله ذاك الذي يطيعه اتخذ الها من دون الله وقد يكون له الهه حضره الرئيس الأوحد حضرة الزعيم الفلاني حضرة اللواء الفلاني يطيع كل واحد من هؤلاء الأنجاس الفجار ولا يطيع الله الذي يأمره وعن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن هدم الكعبة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وحرقها أهون عند الله من إيذاء مسلم أخف عذاب من إذا آذيت مسلم إيذاء فقد نحرته أو أزعجته أو زيته بغير حق فكيف بمن يقتل المؤمنين والمؤمنات؟ ليش؟ لانه زعيم لي بدي اشتغل بدي اعيش بدي اخذ مصرات مصرات. ما, ليش. ما ليش. هذا يفتخر ويظن انه اذا حصل مالا كثيرا فهو اذا من الجيدين يقول الله تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات واضحات ايات القران التي تقرأ ظاهرة الدلالة وضحت المعنى بينت الحجة تدل على أن الطاعة لله وليست لغيره قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا شوفوا أنتم يا مسلمين فقراء خصوصا هلا في عصر الدجل قتل الظلمة من قتلوا في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب من إلى هون أمريكا والغرب وبعض دول الغرب هكذا يأمرونهم فينفذون بشكل مباشر أو غير مباشر ويحصلون المال عندهم المال كثير عندهم السيارات والطائرات وكذا وكذا, وكذا. فيفتخرون على المؤمنين نحن أحسن ولا أنتم شوفوا أنتم فقراء أي الفريقين خير مقاما مقامه أحسن إقامته حسنة مسكنه حسن عنده فيلا مو فيلا وأحسن نديا أي أحسن ناديا النادي اللي بيجتمعوا فيه الناس يرد الله على هؤلاء المجرمين فيقول وكم أهلكنا كم يعني كثير إما أن تكون كم خبرية أو كم استفهامية كم الاستفهامية كم رغيفا أكلت عم بسأله استفهم اما لما يقول الشاعر كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد اقول له كثير من عماتك وخالاتك فهنا كم اهلكنا قبلهم من قرن خبريه يعني كثير من القرون قرن 100 سنه يعني تعيش فيه امه بعد 100 سنه اغلب الناس بيكونوا ماتوا وبدا يعيش اولادهم وكم اهلكنا قبلهم من قرن ابدناهم اباده كامله هم احسن اثاثا ورئيا الاثاث المال ومن الصحابه من قال الاثاث الثياب ومن الصحابه من قال الاثاث المتاع اما الرئي قال ابن عباس الرئي المنظر وقال الحسن البصري الصور يعني كثير من الامم اللي قبله كان عندهم ممتلكات وكان عندهم اشياء عظيمه ماذا حصل بهم؟ اماتهم الله ولا لا؟ بل بعض القرون اهلكهم الله اهلاكا جماعيا كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح والتاريخ موجود واثارهم موجوده كثير من الامم اهلكها الله اهلاك كبير وهؤلاء الذين اهلكهم الله ثمود الذين جابوا الصخر بالواد كانت لهم الابنيه العظيمه وكانت لهم المساكن الطيبه دمرت دمرها الله تبارك وتعالى قوم لوط اللي ارسل الله سبحانه وتعالى جبريل فوضع ريش من ريش من ريش جناحيه تحت مدائنهم ثم رفعها رفع مدائن لوط كلهم حتى سمع اهل السماء صوت ضياكتهم صوت ثم قلبها فجعلنا قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها والان في بحيره لوط يا هذا البحر اللي نزل او الاهذاب سموه لما نزلت مدائن لوط في الارض غارت الارض صارت تحت مستوى البحر ب 400 متر اهلك الله من الامم من هم احسن منكم يا كفار مكه ويا كفار بعد مكه من هم افضل منكم اثاثا ورئيا ومنظرا وصورا كانوا على جمال وعلى ابها راحوا سيروا على طريقه على طريقهم فسترددونهم في جهنم باذن الله قل يا محمد صلى الله على محمد ويا من تدعو بدعوه محمد صلى الله عليه وسلم قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مداه اذا كان شايف حاله ان الله يعطيه مال ويعطيه اولاد ويعطيه زوجه وزوجات الى اخره مبسوط مسرور يصل الى ما يريد اليه في الدنيا وهو ماشي على الضلاله على غير هدى لا يطيع الله فليمدد له الرحمن مدا يعني يعطيه الله في الدنيا قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء طيب ربك خلق الأرض وما فيها والسموات للإنسان كافر أو مؤمن فإذا كان في فترة من الفترات الكافر عنده أكثر ليس معناه أن الله بحبه لا يكون عم مده يستدرجه هذا اسمه في القرآن استدراج قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فمن كان يعصي الله وهو مصر على معصية الله فهو مستدرج إذا كان الله بيعطيه إذا الله صابه مصائب ذكرته بالله فتراجع وتاب وحسن هذا خير في حقه مثل إذا كان عندك ولد أخذ شاف زجاجة فيها سم أخذ بدي يشربها ما بفهم لك يا ابني اتركها هذا سم تؤذيك لا ما بدي بدي يشربها بتشدها منه شدة تضربه على ايده بتاخذه منه انت عم تضربه على ايده ليش؟ لمصلحته ولا لمصلحتك؟ لمصلحته مصلحته حتى ما يفتك السم باعشائه ويموت فرب العزه يرسل على عباده الشدائد والمصائب والكذا ليبتليهم ويختبرهم فاذا انتبهوا الى ربهم الحقيقي وخافوا الله اكثر من خوفهم من عباد الله من المخلوقات المتسلطين اذا رجعوا الى الله قبلهم الله وعرفوا الطريق الصواب اما اذا استمروا على عصيانهم وعلى فسادهم واعطاهم الله في الدنيا فاعلموا انهم مستدرجون قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا رايتم العبد يطير في الهواء ويسير على الماء وهو مصر على معصية الله فاعلموا أنه مستدرج يعني الله بيعطي هذه المظاهر للناس ظنوها هذا ولي من أولياء الله لا عم يستدرج الله حتى يستمر في الباطل وفي الكفر وفي الضلالة ثم يأخذه فيكون مصيره النار والعياذ بالله تعالى لأنه تسلط على عباد الله باسم الدين أو باسم الشعوذة قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون في جهنم إما العذاب في جهنم وإما الساعة وقت قيام الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ما يعودوا يستهزئوا بالمسلمين والله أنتم ما عندكم شيء نحن عندنا أموال الله بحبنا لا هذاك الوقت بتشوفوا مين الله بحبه إذا إما العذاب المعجل احتمالا في الدنيا الله يعذبهم في الدنيا تزهق انفسهم ويموتوا فطايس مثل ما عم نشوف الان في العصر الحديث الذي ياتون ليقاتلوا لغير كلمه الله هي العليا اللي عم قاتل من اجل حسين واللي عم قاتل من اجل زعيمه حزب الشيطان قال له كذا وبده يروح ويضحي خليه يفطس وسيرى هذا العذاب معجل في الدنيا بيموت وبتزهق نفسه ونفس اقاربه عليه وشوف اذا بقدروا يخلصوه من عذاب الله هذا من عذاب الدنيا، أو العذاب المؤجل عندما يموت وينزل في القبر فيرى العذاب المؤجل حقيقة، القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. أو عند الحساب هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. أنت قتلت من أجل حسين، شوف الحسين في الجنة رضي الله عنه، وأنت في جهنم لأن الله ما خلق الحسين لتعبدوه ولا خلق محمد لتعبدوه. ولا خلق عليا لتعبدوه وتفتروا على الله وتقولوا علي فوق الغمام يحكم الناس انتبهوا الى مصالحكم ايها الناس لمصلحتكم لا لمصلحه غيركم انقذوا انفسكم من عذاب الله ثم يقول سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى اهتدوا الى طريق الحق وساروا في مسلك الحق وهو الذي بينه الله تبارك وتعالى ما هو الذي بينه الله طاعه الله وحده والتحرر من الطاعه والعبوديه لغير الله هذا هو الهدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وهذا دليل على ان الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ثم يقول سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الباقيات الصالحات اي الاعمال التي شرعها الله من ذكر من صلاة من عبادة من طاعة الله كل هذا من الباقيات الصالحات خير عند ربك تنال بها الأجر عند الله وترتفع منزلتك في الجنة وخير مرد أي ما ترد إليه في الآخرة والدليل على أن الإيمان يزيد وينقص قول الله تبارك وتعالى في آية أخرى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادته هذه إيمانا مسخرة يعني من زادته إيمانا اما المؤمنون فزادتهم ايمانا يشعر الانسان انه اقرب الى الله وانه مسرور برضاء الله اما الكافر اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره ما بزيد ايمان تزيدهم رجسا الى رجسهم كما قال الله تبارك وتعالى في اخر الايه وهنا يقول سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الباقيات الصالحات الاعمال الصالحه والاذكار تزيد الانسان ايمانا وعندما يرد الى ربه يكون اجره عظيما ويكون في خير عظيم روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وايضا رواه ابي ماجه عن ابي سلمه عن ابي الدرداء قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاخذ عودا يابسا فحط عنه ورقه شال الورق عن هالعود ورق ايبس فحط عنه ورقه ثم قال عليه الصلاه والسلام ان قول لا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله تحط الخطايا كما تحط ورقه هذه الشجره الريح خذهن يا ابا الدرداء قبل ان يحال بينك وبينهن هن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الجنة قال أبو سلمة راوي الحديث فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال لأهللن يعني أقول لا إله إلا الله ولا أكبرن يعني أقول الله أكبر ولا أسبحن أقول سبحان الله وبحمده حتى إذا رآني الجاهل حسبني مجنون يعني بدأ أكرر كثير بس بدي من قلبه مو كلام يلا وقلبه مع عبد الله وقلبه في المحرمات وقلبه مع طاعة غير الله والله سبحان الله والحمد لله لا, هذه اسم الذكر يعني ينبغي أن تذكر من القلب لو هل لا أقول لا إله إلا الله وأصمم بقدر ما أستطيع من معصومين يا إخوان يقول لا إله إلا الله أي لا طاعة ولا عبودية إلا لله يعني عازم أن يتحرر من العبودية لغير الله اي معنى لا اله الا الله ولا اكبرن الله اكبر انا قلت في اخر درس في حلب قبل ان اخرج والمؤذن كان يؤذن وانا ادرس قلت لو كنا نفهم لا الله اكبر ما صار فينا هكذا ما جاء فتكبر وتسلط علينا مجرم عميل فاجر ولكننا كبرناه كما قال الله تعالى عن فرعون استخف قومه فاطاعوا ولا أكبرن لما يقول الله أكبر أن الله أكبر من كل شيء هذا بشر لا قيمة له مثلي يجب لك الموت بموت يمد الله في ماله طغيانا يستدرج ولكن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين ولا أسبحن الله أقول سبحان الله سبحان الله معناه تنزيها لله عما لا يليق به الآلهة من البشر أو من الحجر أو من الشجر هذه ليست معصومة حجرة بتجيب واحد شجرة بتبس بشر بفطس بموت ولكن الإله الذي أعبده سبحانه وتعالى يعني منزه عن كل نقص الآلية في الدنيا بتصيبه حصوة بنحبس بوله بنحبس كذا بده يموت تجي أمريكا معلمته بياخدوه رأسا بعالجوه كذا بتركوه فترة لما بشوفه راح يموت ما في فايده برجعوه على المملكه لبين ما يدبروا واحد بداله يقلعوا استبنه ويحطوا استبنه جديده اللي فطست ونزلت وبعدين كومة مات حصل هذا تذكروا واعتبروا اما عنا في سوريا مساكين ما عم يشوفوا استبنه ثانيه انجس من هالفرده اللي مركبينها ما عم يشوفوا لذلك احسن طريقه يقتلوا فينا حتى ما يبقى منا ديار لا سيبقى ان لم ينصرنا الله عليكم فينصر سينصر اولادنا عليكم نصرا مؤزرا باذن الله حيث يشاء الله والله حكيم ولا يخلف الله وعده اسال الله ان يردنا الى ديننا ردا جميلا فسيعاقبكم وسنذلكم باذن الله لا نذلكم لنتسلط ونتكبر ولكن لتقفوا عند حدودكم العبودية لله وليست عبوديتنا لكم ثم يقول سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا أخرج البخاري, البخاري ومسلم والإمام أحمد عن خباب بن الأرد قال كنت رجلا قينا القين أو القين الذي يصنع الحديد حداد يعني وكان لي على العاص نوائل دين فأتيته أتقاضاه منه أعطيني ديني فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت وتبعث قال فإذا فإني إذا مت بعثت ثم بعثت جئتني ولي ثم هناك يعني ثم هناك مال وولد فاعطيك فانزل الله تبارك وتعالى افرايت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الى قوله وياتينا فردا. <applause> وفي لفظ البخاري كنت قينا بمكه فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت اتقاضاه فذكر الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنه وهو المفسر الجليل الذي دعا الله سبحانه الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له ان يعلمه الله التاويل عن تفسير القران قال ان رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطالبون العاص بن بدين فاتوه يتقاضونه يطلبون الدين فقال الستم تزعمون ان في الجنه ذهبا وفضه وكل من كل الثمرات قالوا بلى نعم آه هذا حق اخبرنا الله قال فإن موعدكم الآخرة فوالله لَأُوتَيَنَّ مالا وولدا وَلَأُوتَيَنَّ مثل كتابكم الذي جئتكم الذي جئتم به فضرب الله مثله في القرآن فقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لَأُوتَيَنَّ مالا وولدا أطلع الغيب يعني بيعرف يصير في بعدين لا يعلم وينكر الآخرة <applause> اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ اعلم الغيب المستقبلي الذي سيكون يوم الدين حتى يعلم هو في الجنة بعدين يقول بدي اعطيكم في الاخرة؟ لا هو في النار والعياذ بالله تعالى بل أجعل عند الرحمن عهدا؟ في له عهد عند الرحمن حتى يدخلوا الله الجنة ما هو العهد؟ ليس معنى ذلك انه متفق مع الله يدخلوا الجنة لا العهد هنا التوحيد التحرر من العبوديه لغير الله وطاعه الله وحده العهد هنا لا اله الا الله فسر ابن عباس وغيره من الصحابه ان العهد هو شهاده ان لا اله الا الله اي هذا هو العهد الموثق الذي يدخل الانسان الجنه ويبعد عنه عذاب النار قال ابن عباس اتخذ عند الرحمن عهدا اي قال لا اله الا الله لا كلا الحرف حرف ردع وزجر سَنَكْتُمُ ما يقول من الكذب والدجل انه في الاخره هو بده يعطي حقوق الناس ونمد له في العذاب مدا اي فليرتدع ونرثه ما يقول وياتينا فردا نرثه اي كل ما يترك ما يقول اقواله عنده مال عنده ولد ماله ولده بتركه بيذهب الى القبر مين الموراث؟ الله، وكنا نحن الوارثون. وياتينا فرد شره حضرته يوم القيامه بين يدي الله وحيدا فريدا يسال عن اعماله. فانت ايها الطاغيه في الشرق كنت او في الغرب الذي تتكبر على الناس وتكرههم حتى يخضعوا لك ويذلوا ستاتي يوم القيامه فردا. ما بيجي معك لا الضباط ولا الالويه لا من الشرق من عند الروس او الشيعه هؤلاء بيعبدوا غير الله ولا من الغرب ستحضر بين يدي الله فردا لا معك جيش ولا معك جند ولا معك الطيران تفتخر فيه سمعتك يوما أن تقول اننا على الارض ملكو نحن فوقنا عند السماء رب السماء بده يكسر راسك ايها المجرم المتكبر في شرق الارض او في غربها وسيرى الذين ظلموا أيَّ منقلبٍ ينقلبون والحمد لله رب العالمين. [أفلا يتدبرون: مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني